من جوه، من جوه الجسم، راس الدم كده تطلع خلاص، ينشف الدم، مفيش صديد، مفيش حاجه، تمام التمام. ف يعني دي لو ما كنتش كل واحد يحط ايده يحط ايده يحط ايده، كل سنه وانت طيب. انت طيب، شكرا. كباري مصر التاريخيه ولا سيدي شعراني؟ بعيد عن العين، قريه سماكين الشرق بالشرقيه تفتقد لكافه الخدمات. هنا في قرية سماكين الشرق مركز الحسينية الشرقية، القرية هنا بتعاني من عدة مشاكل يعني كبيرة، زي مشاكل الصرف الصحي، بلد ما فيهاش صرف صحي خالص، ما فيهاش مية شرب، الماء اللي هنا مية ملوثة وغير صالحة للاستعمال الأدمي. من ضمن حضرتك المشاكل اللي بنعاني منها هنا في القرية بالنسبة لقرية سماكين الشرق، الترعة دي انبعتنا كان لمكتب الوزير قبل كده في العهد القديم بحيث تغطية الترعة دي، عشان هي في كتلة في المساكن في وسط البيوت ومسبب لنا مشاكل للأطفال، الأطفال وهي طالعة اتجاه. أنا بنتي ماتت هنا وابو واحد لعمي وثلاث أولاد ماتوا هنا في الترعة. فبالنسبة هنا المركز طبعا بتاعنا والمديرية وابعتنا فاكسات كتير، مفيش فايدة خالص، بيجي يعينوا ويرجعوا تاني ويمشوا. البلد معلهاش طريق، الطريق متكسر، العربيات طبعا بتتعب، يمكن انت وانت جاي شفت الطريق عامل معاك ازاي وانت نفسك اتعبت فيه. بقالنا 30 سنة بنشتري مية بالجراكي من العربيات، بقالنا 30 سنة بالظبط مركبين عدادات عندنا في البيت، المية مش بنشوفها خالص، مركبين محطة هنا جنبينا هنا على طريق الأنطرة تابع لمركز الحسينية، مش بتجيب لنا أي مية خالص، والمية اللي بتيجي ملوثة. البلد ما فيهاش مكتب بريد، اللي الناس المسنين اللي طلعوا على المعاش واللي عندهم 60 سنه و70 سنه و65 سنه عشان يروحوا يبدلوا 200 جنيه ولا 500 جنيه ولا 300 جنيه، ياخد عربيه ب 100 جنيه لغايه ما يروح الحسينيه نفسها عشان يروح مكتب البريد انك ياخد المعاش بتاعه، يعني عشان يجيب المعاش بيصرف نصه مواصلات. في هنا وحده محليه، وحده مجلس، وحده صحيه، ما فيش دكتور فيها، كل اللي فيها ممرضين، ما فيش يعني لو اي حد جراه له اي حاجه بنطلع ناخده ونطلع على الحسينيه حوالي عن 40 كيلو، كان مات في الطريق. عمدان الكهرباء تاكلت، البرومه ماسكاها بقالنا اكتر من 20 سنه، والسلوك الكهرباء هم بيعملوا يعني وزاره الكهرباء تعمل للوساطه بس، واحد مسؤول تجيل في البلد بيعملوا له ند البيت بتاعه او ند الفيلا بتاعته ايه تغطايه سلوك، كشافات بتيجي تنزل من مجالس المحلية بيعملوها للناس الوسطات للمحسوبيات، يعني ما زال لسه في محسوبيات في البلد، إنما القرى النائية المعدومة اللي زي حالاتنا احنا هنا منفيين لا يمكن واحد يجينا. اشتكينا رئيس مجلس مدينة ولا هو هنا يعني بيسمع الكلام، وراح له كذا شكوى بس هو طبعا مطنش خالص. المحافظة طبعا مش مدية نظرة لسماكين الشرق خالص، رغم البلد دي يمكن بلد قديمة خالص من أولى القرى على مستوى مركز الحسينية، ولكن محرومة من كل الخدمات. مجلس الشعب يجي ننتخبه ونعمل في أي نعم ونخليه رئيس مجلس الشعب، خلاص على كده يقعد الخمس سنين ما يعملش أي حاجة للبلد. أنا هعمل مفيش الكلام ده خالص، أنا سني 27 سنة طلعت لا لقيت لا صرف صحي ولا لقيت أي حاجة خالص. القرية بتتكون من 50-60 ألف نسمة معدومة محرومة نهائيا، لا مية شرب ولا جمعية زراعية ولا واحدة صحية فيها دكتور ولا طريق متكسر، ما فيهاش صرف صحي، ما فيهاش ماء شرب، مياه ملوثة، يعني مش ينفع الكلام ده كله. فاحنا بنطالب السادة المسؤولين بالنظر لهذه القرية ان هم يلتفتوا لها لفتة حلوة بحيث ان يعملوا فيها بنية أساسية خلي الناس تعرف تعيش فيها. قرية سماكين الشرقية، احنا معانا سيادة المحافظ دكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية. مساء الخير سيادة المحافظ. مساء الخير يا استاذ محمود، اهلا بيك مع الوزير. كل سنة وانت طيب. الاول صحة والسلامة يا فندم. انا الحقيقة عايز بس اعلق، انا مبسوط بحضرتك قوي النهاردة، لان حضرتك وانت تتحدث مهما تعمل الحكومة من اجراءات ان لم يكن المجتمع المدني له دور فعال في تغيير سلوك الناس، ما اعتقد لازم يبقى في تكامل باللي احنا بنعمله كجهات تنفيذية مع السلوك، فأنا بحييك على هذا المدخل. لا ربنا يخليك، بس هو
بس هو كمان في دور للحكومة إن هي لازم تبدأ تقاوم الفساد عشان نشجع الناس. الراجل بيقول لسيادتك دلوقتي في القرية إن واحد عنده فيلا بيمرروا له الكهرباء. بص يا طبعا سيادتك مش مسؤول عن كل ده وده، بس دي إهداء لكل الناس اللي هم بيقولوا عصر مبارك وبتاع، إحنا بنهديهم ده نموذج لقرية من 4000 قرية في مصر عندها مشاكل لا حصر لها. استاذ محمود انا هرد على التقرير كده جميع النقاط سريعا. اولا عندي 500 قريه في محافظه الشرقيه و 4000 نجع. من الحال قريه السماكين اللي حضرتك شفتها 50% من القرى محافظه الشرقيه تتعادل او بنفس الشكل اللي انت حضرتك شفته النهارده. طيب ويمكن انا اول ما جيت عملت توصيف لكافه المشاكل، والمشاكل في يمكن المشكله الاساسيه اللي عندنا حاجتين الخاصة بالصرف الصحي، وعند 61 قرية من 500 دخلها صرف صحي والباقي حتى هذه اللحظة كم من 500 مع المحافظة؟ 61 قرية فقط من 500 بالضبط يا فندم. يا خبر اسود. وانا حاطط حضرتك خطة استراتيجية بصفة استاذ جامعة واستاذ تخطيط، ولقيت اللي انا محتاجه 7 مليار جنيه عشان ادخل الصرف الصحي في 90% من القرى المحافظة. وبنوفر موارد لان مش حاضر اعتمد على ميزانيه دوله فيها عجز اللي انت حضرتك عارفه، واقدر اقول حضني بلد ومستقبل بعد ثوره زي دي. طيب احنا بندرس وحاطين بنوفر حوالي 4 مليار في خلال 5 سنين ندخل 90% من القرى بالكامل في ضمن منظومه الصرف الصحي، وحوالي المدن كلها 90% من القرى ده حاطينه. ليه حضرتك للقريه اللي هي حضرتك اللي انا باذن الله هعمل لها زيارة خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب. طيب مياه الشرب تحديدا لان عندي الحسينية، عندي كفر ساق، عندي اولاد ساق، بالثلاث مناطق المياه مشكلة مياه مشكلة مزمنة. تمام. في قرى لا تصلها المياه بالمرة. تمام. حطين خطة لمدة سنة، وانا بقول لاهلنا خاصة في الشمال حطين خطة في خلال سنة هنفتح مجموعة من المشروعات، لان لما جيت لقيت مشروع انا ساعات بمد من عندي كفر ساء اوديها قرب الدقهليه تكلفه الانشاء عاليه جدا، فكرنا تفكير جديد ان احنا نعمل في القريه اللي من الدقهليه نعمل استثمارات في الميه، وبدل ما ناخد الميه من عندنا ناخد الميه من محافظه ثانيه ونزود الطاقه بتاعه المحطه اللي موجوده في الدقهليه. واتفقت مع السيد محافظ الدقهليه ان انا هعمل هذا العمل. كويس. اهلنا في قرى لا تصلها المياه على الاطلاق بنودوهم نظام المناوبات ساعات مودس عربيات تودي فمشكله الميه اوعدهم باذن الله. طيب سياده المحافظ حل مشكله الميه. تمام ربنا يسعدك ان شاء الله. هل انت عندك فلوس؟ في الصحه اتكلم في الصحه. هل انت عندك هنتكلم طبعا ان شاء الله، بس هل انت عندك فلوس في ميزانيه المحافظه لانها تساعدك في انك تعمل دوت، ولا هتطلب فلوس زياده ولا انا قدامي طريقين حضرتك. انا عدت في الموارد درست كل الموارد المتاحه قدام المحافظه ايه، والموارد اللي اقدر اشغلها ايه، واخد منها استغنى عن بعض الموارد اللي في المحافظه واستغل الايرادات بتاعتها توجه مباشره للصرف الصحي ومشروعات المياه. اضف الى ذلك ان انا طلبت الهيئه القوميه للصرف الصحي وطلبت الشركه الخاصه للمياه واجتمعوا معانا، وكان حتى كمان ايام مكان رئيس الوزراء وزير الاسكان، وحطينا خطه لان محافظه الشرقيه من المحافظات اللي فيها مشكله مياه كبيره جدا، ومدينا كام اعتمادات اضافيه للمياه تحديدا هذا العام. طيب هنعمل ايه بقى في الصحه ست محافظ؟ فيما يتعلق بالصحه توصيف المشكله حضرتك، انا اول ما جيت هنا لقيت عندي حتى وحدات صحيه بالكامل بنيت وفيها اجهزه موجوده في القرى وللاسف الشديد لم تفتح بعد، واللي موجود فيها بعض. طب سيادة المحافظ بس عايز استفسر منك استفسار يعني دقيق شوية، هل اللي حاصل في الفترة اللي فاتت كان سوء تخطيط ام اهمال وفساد؟ انا من وجهة نظرك يا استاذ تخطيط سوء تخطيط في المقام الاول، لان المفروض الاول اجهز المستشفى المركزي وبعد ما اجهز المستشفى المركزي اوفر اطباءه وهيئه تمريضه ثم انتقل للمناطق الفرعيه. انا عندي حضرتك في مستشفيات في اولاد ثقل وفي الحسينيه وبالحسينيه بيتكلم المستشفى المركزي عندي نقص شديد في الاطباء، لدرجه حضرتك ان انا نقلت اطباء من الزقازيق
وديتهم الحسينية أول حاجة عملوها خمسة قدموا أجازة مرضي وامتنعوا على العمل هناك. فأنا خدت إجراء تحفظي، قلت هؤلاء لو اشتغل في أي مستوصفات هحولك في المستوصفات دي، وبلغنا المستوصفات عدم تشغيل أي طبيب واخد أجازة مرضي في مستشفى قطاع خاص. طيب بس اللي بطمن حضرتك عليه، نعم اللي بطمن حضرتك، احنا شغالين كده تنفيذية، ومن دلوقتي حاطين خطة قدامنا، ويمكن وانا بعلنها لان الشفافية مطلوبة، الشفافية مطلوبة. عندي قرى عقيدة جدا، بقول الاولوية فيه قرى من خمس سنين اتعمل الشبكة الصحي ولم نرسلها المحطات الرفع او محطة المعالجة، دي الاولوية رقم واحد. الاولوية رقم واحد في دفع اي فلوس جيالي هي استكمال المشروعات التي لم تستكمل بعد، لان حضرتك سوء التخطيط الشريط كان يعمل ايه حضرتك؟ يعمل شبكة صرف صحي، وفي حتة تانية يعمل محطة رفع. محطة الرفع عشان تشتغل منظومة الصرف الصحي محتاجة ثلاث مراحل، شبكات ثم رفع ثم معالجة. يعمل في حتة معالجة وفي حتة رفع وفي حتة تانية موجود شبكات، الثلاث قرى ما يشتغلوش. سيادة المحافظ ربنا معاك، يعني ايدينا على ايدك وبنقول لك ربنا معاك ويقويك. سيادة المحافظ دكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، بشكرك شكرا جزيلا. الناس بتشتغل في عندنا زي ما يكون احنا السنين اللي فاتت قررنا ندمر البلد. الراجل عنده 500 قرية في منهم 61 قرية فيها صرف صحي، صرف صحي أدنى يعني الحياة، يعني أقل حاجة في الحياة يبقى عندك صرف صحي، يعني ده يعني أدنى تطور في الحياة إن يعني القرية يبقى فيها صرف صحي مش فيها طرشات وبتاع والحاجات اللي بنسمعها دي. يا نهار أسود، 500 قرية شرقية، الشرقية أنا مش بكلمك على حاجات مجاهيل مصر، الشرقية يعني الشرقية دي خرج منها فطاحل فطاحل، يعني أفادوا مصر فايدة عظيمة ومن أحسن الأراضي ومن أكرم الناس وحكاية كبيرة، هم دول أكرم ناس في مصر. حطينا صرف صحي ل 61 قرية وسبنا بقية ال 500 قرية ما فيهاش صرف صحي، يا نهار أسود، ده حاجة صعبة جدا. أنا آسف مش هنقدر ناخد مكالمات النهاردة، هنعملها بكرة إن شاء الله، وعد هنفتح لكم مساحة واسعة جدا بكرة اللي احنا نتكلم. كل الناس اللي ما قدرناش نكلمهم النهاردة عشان دلوقتي الدكتورة منال هتكلمنا عن الذكاء الوجداني. خلي بالك ده مش كلام انشاء، ده كلام مهم جدا 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 وممتع ورائع، لانه العلم لما نستفيد منه ونطلع منه حاجات تفيد حياتنا اليومية يبقى هو ده المطلوب. يلا نلتقي.